ريال مدريد هو البطل، ياخذ الدوري ناس دبي، ناس دبي ولا خذته البارسا؟ مش ريال بس انت تفرج عمر شلح السروال كيف؟ شلح السروال مش ريال شلح السروال اذا ايش؟ خليك عقل خليك على قد لسانك اوكي عيد عيد كمان مره عيد كمان اول اذا ايش صار بتشلح إذا فاز ريال ما إذا فاز برشلونة بالدوري عمر زيتوني راح يشلح البنطلون فاز ريال ما إذا فاز برشلونة بالدوري عمر زيتوني راح يشلح البنطلون ويجي برا دوري أي سنة أي سنة هذا السنة أي سنة يعني هذا السنة 2010 شهر ماي أروح وكلموني أوكي بس لازم نختار لون الأندر وير عشان نبقى يعني على حق.